استقبلت وزارة الأوقاف وفدا كبيرا من قيادات الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بشهر رمضان وعيد الفطر المباركين. وخلال لقاء أهدت الوزارة الوفد نسخا من أحدث إصداراتها التي أثنى عليها الدكتور أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له. وأعلن رئيس الطائفة الإنجيلية المشاركة بمئة ألف جنيه في مشروع صكوك الأضاحي كرمز للحمة الوطنية عن هذا المشروع الجديد.